انتي ما ينفعش تقعدي هنا على فكرة. عايزني اجي اقعد عندك يعني؟ عشان نروح في 60 داهية صح؟ احنا مش هنروح في داهية ولا حاجة. احنا ما عملناش حاجة غلط. هو انت ناسي انك مفبرك حادثة عربية؟ وانك واخد تعويض قد كده من شركة التأمين ولا ايه؟ لا ما انا قررت اني اوافق على العرض بتاع باباكي. هتقبل تباع له الشركة يعني؟ يعني صاد انه هيظبط لي الورق بتاعي وهيعمل لي العملية عشان ارجع امشي تاني. بس كده؟ هو انت فاكرة ان الفلوس أهم حاجة عندي؟ لو ما كانتش بتفرق معاك مثلت على الدنيا كلها انك مشغول ليه؟ مش عشان تاخد الفلوس؟ وقتها كل قراراتي كانت غلط. حطيت فلوسي كلها في البورصة وضيعت الورث بتاع ابويا. أي مشروع كنت بخش فيه كان بيبوظ. كنت حاسس وقتها إني فاشل. الجو اللي حسسني بالفشل أكتر بقى إني كنت شايف واحد زي أحمد يخش يتمحلس على الناس وينصب عليهم وهم يسقفوا له. مش بيسقفوا له بس، بيدوا له فلوسهم وبناتهم. أيوة بس كان ممكن تعمل أي حاجة تانية غير اللي أنت عملته. كنت عايزين أعمل إيه؟ أسرق؟ أنا وقتها صرفت كل الفلوس اللي كانت معايا، ما فضلش معايا غير العربية. أنا فاكر اليوم ده كويس أوي. وقفت قدامها كده وقلت أعمل إيه؟ أبيعها؟ طب وبعد ما أبيعها؟ لحد ما جت لي الفكرة. قلت هي كده كده بايظة، يبقى لازم استفيد منها اكبر استفاده. انت عارفه اليوم اللي عملت الحادثه والعربيه اتقلبت بيا، انت عارفه انا حسيت بيه؟ ولا اي حاجه خالص. لدرجه اني افتكرت اني مت، وان الضلمه اللي حواليا دي كانت اخرتي. انا كمان جالي نفس الاحساس امبارح. أحمد وهو بيضربني على الأواخر كده ما بقتش قادرة أبعده عني. مسك في رقبتي وحسيت إنه خلاص خلاص أنا بموت. واللي ضحك في كل ده إني افتكرت شادية ساعتها وافتكرت التهديدات اللي بتجيلها عني. كنت عايزة أعتذر لها، كنت عايزة أقول لها إنك صح. تخيلك بأنب روحي وأنا بموت. رد الشر عليكي، لو كان عامل كده كنت قتلته. أنت إيه اللي بينك وبينه؟ أنا مش فاهمة، أنت شايل منه كده ليه؟ حسن لما فكر في موضوع المطعم بتاع السخنة راح لأحمد قال له بقول لك ايه رأيك ندخل صلاح معانا الشريك؟ قال له بإيه؟ قال له يعني صلاح حرك وبتاع شغله وهيمشي لنا الدنيا يعني يخش معانا بمجهوده. قال له لا يا صاحبي، كده صلاح هيبقى درس مش هنعرف نخلعه، والفلوس بدل ما تتوزع على اتنين تتوزع على تلاتة. حسن فعلا قالك كده؟ لا حسن ما قاليش، بس انا كنت واقف بعيد وسمعت احمد وهو بيقول كده. انا خلي بالك مش زعلان من حسن في حاجه. حسن ظروفه كانت وحشه ايامها، مراته كانت منغصة عليه حياته عشان قاعد على الكنبة لا شغل ولا مشغلة، وأحمد في الفترة دي إيه؟ كان قاعد على دماغه بياكلها. أنتِ عارفة مين أول واحد جه لي المستشفى؟
بعد الحادثة؟ آه. رفع لي إيه؟ دخل عليا وقال لي ألف ألف مبروك يا صاحبي. أخيراً لبست في الحيطة وطلعت مستفاد. المرة دي أنت لبست في الحيطة. وهتاخد فلوس. كلب. لا كلب إيه؟ تفي من بوقك. ده الكلب أنضف منه بكتير. الكلب وفي عمره ما يكون صاحبه. إنما أحمد ده تعبان. ما ينفعش تقص ديله بس. لازم يتقص ديله ورقبته.